كواحدة من أبرز المعالم التاريخية والثقافية، وكجزء لا يتجزأ من الهوية المرئية اللندنية، تجسد أكشاك الهواتف الحمراء في لندن روح الماضي الذي يتلاشى تدريجياً في عصر التكنولوجيا الحديثة، حيث تشكل اليوم رمزاً حضرياً مميزاً، وتعتبر محطة لا غنى عنها للسياح والمواطنين على حد سواء. مجلس وستمنستر ولندن لن يغيروا لون هذه الصناديق أبداً، إنها مثل الحافلات الحمراء الشهيرة، إنها تمثل لندن، ينجذب الأشخاص إليها ويأتون من أماكن بعيدة لالتقاط صور سيلفي، وهي مهمة جداً بالنسبة لنا، نحن سكان لندن، فهي تمثلنا بجمالها. يعود تاريخ هذه الأكشاك إلى عام 1920، وتم تصميمها على يد المهندس جيلبرت سكوت هيريتون، وتعد مزيجاً رائعاً من الأناقة والتراث والعملانية، حيث تتميز بسقف يشبه القبة، ويحمل الشعار الملكي وبلون أحمر زاهي، كما تتألف من هيكل مستطيل مصنوع من الحديد المطاوع والزجاج الملون. وتحتوي هذه الأكشاك على بابين زجاجيين يفتحان نحو الداخل، مما يجمع بين الخصوصية والوضوح. تم بناء صندوق الهاتف هذا الطراز على يد رجل يدعى غاري جيبونز في عام 1978، فهذا الصندوق خدم سكان المملكة ومن يأتون إليها لسنوات عديدة، كما أضاف جمالية لشوارعها وأحيائها القديمة، وانصحكم بزيارته والتقاط الصور معه. ومع تطور التكنولوجيا وانتشار الهواتف المحمولة اليوم، انخفض الطلب على استخدام أكشاك الهواتف بشكل كبير، مما حتم على الشركات المشغلة للهواتف العامة إزالة العديد من هذه الكابينات من الشوارع. ومع ذلك ظهرت بعض المبادرات الفردية الخجولة التي قام بها بعض الأشخاص بشراء كابينات الهواتف، ومن ثم حولوها إلى استخدامات مبتكرة مثل مقاهي أو مطاعم أو مكتبات صغيرة، على أمل أن يتسع انتشارها في المستقبل. من الماضي إلى الحاضر، خرجت هذه الأكشاك عن كونها مجرد هياكل حديدية للاتصالات لتصبح رمزا للتواصل والاتصال بين الأجيال عبر الزمن. علي باسم لبرنامج صباح كربلاء، لندن.